عودة لمتابعة انت ادى ومثل ما وعدناكم امبارح عبر تويتر موقع التواصل الاجتماعي، وايضا اللي يعني صار في اجماع كثير 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 كبير من التويتس. وايضا اليوم اعلنا عن ضيفنا اللي هو الزميل مقدم البرامج وايضا البروديوسر والمنتج بيير رباط، اللي بدا مشواره تقريبا بالعام 2003 بروتانا كافيه، كسب بحبه من هيدا الاستوديو. قلب الاستوديو هيدا، هيدا اول استوديو بنفوت عليه سوا. كنا انا 2006 من بعدكم بثلاث سنين، من بعدنا بثلاث سنين. انا كانت اول مره بفوت على هيدا الاستوديو. بس قبل ما بلش حاجه بدي اوجه تحيه لكل المشاهدين، بدي اعيد ونقول له رمضان كريم لكل المشاهدين اللي عم بتابعونا. واما شيء بدي اعيد اكيد الجيش اللبناني، تحيه كثير كبيره لجيشنا، تحيه كثير كبيره كمان لقائد الجيش العماد جان اهواجي، لانه بتخيل ضمان الوحيد بلبنان هو الجيش اللبناني. بقى حلو بلبنان وحلو بهيدا النهار انه حسينا وكانه كل العالم التفت حول الجيش اللبناني. انا بدي ادعيهم يلتفوا كل يوم، يعني مش بس نتذكر الجيش اللبناني بالمصيبه وقت توقع المصيبه نتذكر، أو بعيد الجيش، لا بركي كل يوم نحن نكون حد هيدا الجيش، نكون عم ندعم الجيش اللبناني. كل ما نشوف عنصر من الجيش اللبناني نقدم له احترامنا وننحني قدامه، لأنه هي هي ضمانة البلد. فتحية الليلة للجيش اللبناني. تحية أكيد للجيش اللبناني. والبناء اللي أنت عم بتقوله، بعرف بيير أنك أنت بتتابع أخبار، بتتابع برامج، بتتابع كل شيء. وحتى اليوم ممنوع أي حدا يتوجه بلفظ كلامي أو حتى بأي نبرة تحريضية ضد المؤسسة العسكرية، لو شو ما كان الموقف. هيدي مؤسسة في خط أحمر، في خط أحمر وهيدا الخط هو 100% بدول عربية بتلاقي إذا حدا بيتوجه على ضابط أو حتى على مقام ديني أو على مقام حكومي ممنوع يعاقب. فخلي هيدا القانون يكون عن جد فعال بلبنان، ممنوع أي لسان ينبق بكلمة معينة أو بكلمة سيئة للجيش. نحن بواحد من قبل يوم بأجواء فرح ناسين كل هالأمور، متغاضين عنها لأنه أصلاً نعتبرهم خارجين عنها. أكيد وقتها التوضيح خلصت. يلا وإنت أدى، لا وين فين خليك، لأنه اليوم برنامجنا بإنت أدى. بدي أرجع أشد على شغلة أنه اليوم بيير رباط بدأ بعام 2003 بروتانا كافيه بين زملاء، وأنا أيضاً كنت زميل لبيير وما زلت اليوم بنفس الشركة. أكيد. رجع قدر يشق طريقه حتى بالإم تي في، عمل فكرة كانت فريدة من نوعها ويمكن هو ما بيعرفها، أنا بعرفها أيضاً على قناة عربية من بعد ما أنت عملت لوج إن لما كان على الإم تي في. في عالم عملوا نسخة طب الأصل عن لوج إن وبلش. أنت بكرة بعطيك الاسم، مش هقوله على الهواء، بس أوكي. أنا عندي المعلومة اللي أكيد منه، وهذا دليل على نجاح فكرة البرنامج اللي أنت نجحت فيه واللي أنت كنت مبتكر له. كيف جبت السوشيال ميديا حطيتها بطريقة معينة وبرزتها، من بعدها ايضا شق طريقه من الاخر للموسم الثالث، وبيعدكم بموسم جديد حنحكي اكثر عنه مع بيير رباط ان شاء الله. اكيد شو اخبارك؟ انا مبسوط كثير اني معك صراحه. كنا بقلب الاستوديو هيدا، بلشنا كمان مع زيت البروديوسر كارلا عادل، وجه لها تحيه كثير كبيره. باتريسيا لكارلا وباتريسيا وريتا منصور، يعني باتريسيا وريتا بالاكيب معي كمان بيكونوا موجودين. حلو ترجع تشتغل تحس حالك، يعني بركي اليوم لو شقيت طريق، انا بحس الطريق بعدها باولها، يعني ما في يقول شقيت طريق، في يقول عم بلش يعني دعسة ورا دعسة. بس حلو دايما ترجع تحس هيدا النوستالجيا عندك اياها بالعمل، حلو دايما ترجع تشتغل مع الاشخاص اللي بلشت تشتغل معهم. ومش حلو الانسان وقت يبلش يشتغل او ينتقل من عمل لعمل ينسى الاشخاص اللي سندوه وكانوا حواليه، لا بالعكس هو بيكبر معهم، وبتخيل هيدا الاكسبيرينس اللي هو بياخذوها كمان الاكيب معه، وهي الاكسبيرينس يعني سنه بعد سنه هي اللي رح تعطي العمل هي بتبلور العمل وحتى بتبلور العمل حلو ثماره يعني للعمل مثل عم بتقول. بس فرق انت وفي للتيم اللي بتكون معه، منهم ايضا اليوم عم نشوف البرودوسر رالف مطر، وانت اليوم بتيم كثير كبير اذا بدنا نعده كل تيم من الاخر تحيه لهم. ديما جمال، راشيل السماحه، رالف مطر، باتريسيا صقر وريتا منصور، اكيد تحيه لهم لكل ايضا كثير كبير لهم. والمخرج ميشيل صليبا يلي هو مخرجك كمان اليوم ميشو، يعني كمان يعني مع ميشو هيك حطينا الخطوط هيديك السنه وقت بدانا وعملنا شغل كثير بتتماشى مع نمط وكونسبت البرنامج. لما قلت بدأت المشوار، بداية المشوار شباب، هلا كل واحد عم يقول لي سلم عليك، كيف نسلم على كل الاكيب تبع سي بي سي؟ لما بدأت المشوار بيير، قبل كنا اكسس برايم، كنا قبل الاخبار. مزبوط. لما انتقلت الى بعد الاخبار بهيدا البرايم تايم اللي بينحط اليوم، واللي هو طموح كل اعلامي انه يوصل لهيدي المرحله لانه الاكسبوجر بيقولوا اكبر، قد الاكسبوجر كان كثير كبير؟ طموح كل اعلامي بالوطن العربي، بالعربي مزبوط، لانه برا في اوقات اكسس برايم تايم بيكونوا اهم من البرايم تايمز، يعني اوقات في جيم شوز بينعملوا على الساعه 3 الظهر بيكونوا عندهم اهميه كثير كبيره
كبيره غير الجيم شوز اللي بينحطوا بالليل. بس نحن هون بالوطن العربي ما بعرف ليش بعد الفكره بعد الاخبار على بس بعد الاخبار هو البرايم تايم وبينسوا كل الوقت يلي قبل مش بينسوا يعني بس ما بيعطوه نفس الاهميه اعلاميا اعلاميا على امل يعني ترجع يصير فيها هيدا البالانس لانه اليوم في برامج بتصير قبل الظهر كثير مهمه المواضيع والكونتنت تبعها كثير مهم وفيها مواهب وفيها كمان هوس واشخاص عندهم كفاءه كثير مهمه مزبوط. مش يعني اليوم بقلل من قيمه شخص اذا كان قبل الاخبار او بعد الاخبار انت بالاعلام لانه عم نحكي على الاعلام لما انتقلت الى هيدي المرحله بما بعالمنا العربي تسليط الضوء الاعلامي مزبوط. كيف كانت رده فعل الاعلاميه على بيير رباط في البعض انتقد في البعض قال انه بيير اليوم يمكن ما انه طالع كثير باللغه العربيه مزبوط. عم بيحاول في بعض قالوا يمكن هيدا ستيل بيير عم يبتكره وصارت موضه مؤخرا يعني مش موضة أنا بدي أقول شغلة اللغة العربية كانت عائق عندي يعني اليوم أنا العربي تعلمته بروتانا كافيه يعني ما كنا نحكي كثير عربي إن كان بالمدرسة أو كان بالبيت وهيدي غلطة يعني كان عندي إياها من أنا وصغير بس لا تعلمت اللغة العربية بعملي هون بروتانا وكمان كذلك على الامتجاه وقت صرت على الهوى وقت صرت ببرنامج من الآخر ما كان ممنوع الغلط وهون كان صار في نوع من الترينينجز بس قد ما يكون عندك لاكون بالعربي الا لتقدر تحكي او تلاقي سرعه البداهه اللي عندك اياها باللغه الفرنسيه او اللغه الانجليزيه ما درشت انت مولا من بعدك ما درشت يعني انا عم بعمل هلا للاسف اوقات بشوف اعلاميين يعني بيحكوا لغه عربيه بجداره يعني طالقين باللغه العربيه بيصيروا يقطعوا كلمات بالفرنسيه وبالانجليزي مفكرين انه هيدا ستيل جديد لا هيدا مش ستيل جديد يعني انا بقول ان شاء الله شي نهار اقدر احكي اللغه العربيه مثلهم بلا ما استعمل كلمات بغير لغه بس بتعرف وقت تكون هيك على الهواء وتبلش هيك على الهواء بدها وقت حتى انت تقدر بس العالم تقبلت هذا الموضوع يعني ما كنت بعيد عنهم يمكن للمواضيع اللي طرحتها ايضا وطريقه التقديم هيدي بتميز ايضا كل مقدم برامج عن مقدم اخر نحن حنكفي بطريقه الاتصالات كثير بعرف انك اشتقت تاخذ اتصالات وشو قلت لك فيك تاخذ اتصالات صار لي 7 سنين مش اخذ يلا اول اتصال من 7 سنين الو بونسوار مساء الخير كيفك محمد هذا بيير معك كثر خيرك بيير بلش منيح مين معي معك توني توني كيفك توني ماشي الحال كيفك انت تمام حضرتك رمضان كريم توني مو عم تحكي لنا يا توني رمضان كريم ونحن بنستاهل يلا ان شاء الله بتستاهل اليوم تكون قد وتربح بحكيك من بنايه يلا تحية كتير كبيرة لكم بنقي رقم واحد رقم واحد يلا يا توني بحبها هيدي غلط انا بشوفك على تويتر بيكون بيير معنا لا إيه لا لا اللعبه ان شاء الله يعني هلا اذا كان عنده وقت بلعب انا وياك لا إيه لا صعبه بس ما ركز بس على بس انت كثير قوي فيها بتعرف هيدي اللعبه اللي اكثر شيء بعطى الهمه هي وغلط بغلط يعني دائما عندك تربح العالم بتقطع سؤال سؤالين هيك بتعملهم فانت انه هو اللي هينين دغري ما بدنا نطول على يلا توني معنا على الخط مش لا إيه لا لا نحن عم نلعب غلط بغلط ممنوع تقول شيء مزبوط توني دخيلك انسى اسمك انسى المنطقه اللي انت عم تحكي فيها كل شيء نسي وقل لي انت قدها يلا انا قدها انت قدها يا توني شربل مين؟ شربل مزبوط فكرتك عم تقول لا اسمك توني يا زلمة شو فيك؟ لا يا زلمة طيب وين عم تحكينا؟ هلا عم بحكيك من الدورة من الدورة؟ دورة حد برج حمود كلها هيدي بلبنان لا وين؟ سورية اها بسم الله عليك عم تطرق مشوار كل يوم من لبنان على سوريا؟ ايه اها بدها وقت كثير وقت بدها كثير وقت من بيروت لسوريا؟ لا 10 دقايق 10 دقايق اذا بلا عجقة عم تحكي صح؟ بلا عجقة ومع عجقة بتاخد لها يمكن ماكسيموم نص ساعة لا أوقات تلت ساعة كمان تلت ساعة برافو عليك يا زلمة مش معقول شو سيارتك؟ انتبه والله معي رينو دوز أنا انتبه شو سيارتك؟ ما بنستعمل السيارة ما بن إيه بوسطة بدك ماشي الحال انسى السيارة ليك كيفك أنت واللغة العربية؟ والله كثير منيح يلا احكيني عربي لأشوف هات أشوف والله انتبه احكيني عربي جونوبيل ايه شربل يا حبيبي يا شربل تسلم لي اختك العربية شقوية طب احكي لي فرنسي لو سمحت كيفك محمد ماشي الحال؟ الحمد لله تمام شربل اللي. لا عفوا سوري توني مين توني؟ انا بعدني عم ضيع شكله اليوم شربل بده يربح شربل اللي. ليك بتروح على المدرسة؟ ما بروح قد ايه عمرك؟ عمري 15 15 سنة يعني بالجامعة المفروض تكون على 15 مزبوط مزبوط وعلى 18 وين بتصير؟
بالمدرسة. بالمدرسة، برافو عليك يعني. رجال يا طولي. برافو عليك. بدك زاف لأنه عم بضاي. طولي قد ايه عمرك؟ طولي ما راح تسمع سوني ما بتقدم له أكيد جايزة السينما من الإم تي في لأنه كان أدا غلط بغلط. قد ايه عمرك سوني؟ طولي بعده على الهواء؟ انقطع بس اكيد فظيع توني بعتقد بس حرام اهله لتوني يعني اذا هلا هيك على الهواء مع كل ستريس قدر يكسب يعني شو قاطع عليه يعني شو قاطع عليه المدرسه قاطع يمكن ما راح على المدرسه توني اتصال تاني معك يلا يلا الو الو مساء الخير مساء النور كيفك مسيو بيير تمام بيير بيير بدخيلك بلا المسيو شفتي صحتك ماشي حال مين معي معك هيام هيام من وين عم تحكينا عم بحكي من الحدث من الحدث تحية كتير كبيرة لكل أهل حدث تحية لمحمد شكرا شو أخبارك زياد خوري مبارح كان معنا ساكن بالحدد وكان معنا ضيفنا مبارح نجم عرب آيدل اي نعم يلا واليوم معنا بيير لحتى يساعدني وتكوني قدر بما أنا قبل مرة تركت وما ربحت أوكي هلأ معنا بيير تكلي علي يساعدني لأربح وهو كمان بده ينقي لي رقم يلا نقي لي رقم بيير رقم كان بدي السبعة لا راح ل 11 صورة وكلمة يعني أربع صور بدك تعرف القاسم المشترك بيناتهم بكلمة واحدة أنت قدها؟ أنا قدها منشوف صورة أربع صور يلا أف صعبة هيدي شفت اللي تحت؟ مريضة رعب يعني خطر لا هو ليك شفت اللي تحت شبهها مريضة صح؟ مقربة نعم شو بالجريب؟ شو بيكون الجريب؟ فيروس برافو عليكي فيروس انا معرفته فظيعه نورو ده بيقدم لك جائزه تستنيها اكيد لام تي في بنجرب نسهلها على المشاهدين لحتى يربحوا ويكونوا قدها بيير بالعوده من الاخر نحن قلنا اليوم ببدايه الحلقه حيكون في مفاجاه حتقدمها من بعد ما شكت البسين هالقد اخذت ضجه بدايه يعني بالجنريك قطعت هي شكت بسين قطعت 10 ثواني بالاخر كانت مقصوده يعني او انه لانه هالقد اخذت انا كل سنه يعني انا ثلاث مواسم من الاخر ثلاث مواسم نعمله على البحر كل سنه بنهيها بنطه بالبسين يعني بس هالمره البسين حنرجع نقوم ننشف ونكفي لانه في شيء بعد رمضان عم يتحضر هالمره ايه يعني رح اقولها مع انه كنت وعدها كثير لباتريسيا هشام بتوجه لها تحيه كثير كبيره لانه كنت قلت لها حتى بصراحه نحن وباتريسيا واحد نحن وباتريسيا واحد ما في كمان ما قلك اياه من بعد ما خلصنا الموسم الثالث من الاخير واذا شفنا انه كيف في المشاهدين يعني عدد كثير من المشاهدين كان عم يطالب بالبرنامج كمان اداره الام تي في اتصلت فيي وطلبت اذا فينا نرجع نكمل حلقات البحر بنفس الاسلوب وبنفس الاطار لانه اخذوا apparently سكسي هول الحلقات مشان هيك اليوم ما كان في غير ما كنت اخذ فرصتي صراحه يعني بس نزور على طلب المشاهدين نرجع على هالطلب مشاهدين والسبونسرز وهيدا فبقى رح يكون في خمس حلقات او اربع حلقات لمن الاخر رح يكونوا خاصين على البحر رح يكون في عدد من الجوف بتحبوهم كثير رح يكونوا موجودين معنا اكيد اجواء البحر انا برتاح انا بنبسط بأجواء البحر أكثر من الاستوديو من الفير رح نكون بنبسط كمان بعيد المحل بنبسط أنا بالبحر أكثر من الاستوديو لأنه بحسها ريكرياسيون بحسها فرصة يعني متسلى متضحك ما بنكون كتير سيريو وجديين بالاستوديو وهيدا المود ببين على الهواء المشاهدين عم بفضلوهم والجوف اللي عم بتنقون يعني شفت كان عندكم عديد لبكي كان عندك أنجي جمر كان عندك حتى مخرجين وأيضا فنانين كانوا كلهم موجودين السيت كان رائع حتى اللت كيف كنتوا حاطينها مش معقول شو حلوة يعني فاكر واحد لوحة مرسومة انت معروف عندك مش بس مقدم يعني حتى بتتدخل بالانتاج انت حتى اليوم عندك رؤية بتشوف انه عبالي يطلع على السات هيك بتشارك بهالامور نعم والسات مثلا تبع من الاخر على البحر انا برسمه انا بحطه ومين قال بعمل هو قال انا نحن اكيد عملنا البرنامج تبع مين قال انا بشتغل ككونسبت ديفلوبر يعني نحن وي كرييت بروجرامز لكونسبتس لتي في شوز وكمان اكزيكتيف بروديوسر بننفذهم لهول طب بين التقديم وبين هول وين بتحس حالك بتبرع اكثر هلا بالتقديم ما شاء الله مقلع وكل شيء تمام بتحس حالك بالكونسبت اليوم ديفلوبمنت عم بتكون ليك قد ايش بنبسط وقت اكون موجود على الاستوديو وعم بقدم حلقه قد ايه بكون مبسوط اكثر وقت اكون موجود بالريجي وعم شوف حلقه ثانيه شخص عم بيقدمها وعم شوف برودوي نحن بلشنا لانه دائما هو البرنامج وقت يفكر وقت يبلش من فكره ويصير حقيقه ويصير برنامج وقت تشوف كيف الكل عم بيشتغل حتى هذا البرودوي يطلع برودوي حلو
هيدا بتنبسط فيه انت كمان لانه بالنهايه هيدا المنتج اللي عم تحكي عنه دينر ان ذا سكاي او بالهواء سوا ايضا هي الطاوله اللي جبناها على لبنان تعملنا البرنامج وقتها على رمضان مع زميل وسام وسام بريدي واكيد يعني مين قال كان في ايدياز برايس هيديك السنه كان في جبران ناشونال كوميتي اوورد كمان انعرض على الام تي في في برامج عديده اليوم في برامج عم نعملها لانه نحن كل المشاهدين بيعرفوا يعني عملنا مش بس اوقات بام تي في بنكون في اشخاص بيشتغلوا بالستوديو فيزيون اشخاص بيشتغلوا بام تي في بقى بالستوديو فيزيون عندنا كمان برامج عديده بالوطن العربي كمان امبارح بدبي وعم بتكون على طول مسافر حنحكي عن من الاخر بس مش هلا لانه من الاخر مش بس حيكون بلبنان رح ينتقل الى مكان اخر وعلى شاشه الام تي في رح بضل ما حنقول لكم اكثر فيها رح اقول لكم بعد شوي ولكن حنتابع بتلقى الاتصالات الو الو مساء النور مين معي معك غسان قادري غسان وين عم تحكينا من صيدا من صيدا رمضان كريم وتحيه لكل اهالي صيدا غسان بيير معك وبدك تكون قدا ان شاء الله يلا غسان نقي رقم رقم 9 رقم 9 عاد عليك غسان رمضان كريم طيب شاطر بالكليبات شو غسان ان شاء الله يلا بتقول لي انا قد غسان بنشوف كليب ورا كليب انت قد بنشوفهم سوا غسان هيدا شفناهن امبارح كانت اللعبة معنا ما حدا ربحها مكفية معنا لليوم هيدا كتير ثلاثة ميوزك فيديوز أول ميوزك فيديو لمين؟ ميريام فارس ثاني أغنية جوزيف عطية مظبوط ثالث فنان أمير يزلك يلا عطيني غنيتين من أصل ثلاثة ما بدي أعطي اثنين من أصل ثلاثة الرقصة الأولى أمير يزلك مظبوط جوزيف عطية وقول إن شاء الله قول إن شاء الله أو مثلا من كلمتين لا خليكي يعني ما عكس خليكي انه شيء لا ما بعرف يا خيي لا تروحي ميريام فارس وحشني ايه مبروك والله برافو غسان مبروك غسان شو بيربح مبروك داني عزام ها بيوتي سنتر بيقدم لك جايزه قيمه في السينما اكيد من ام تي في منتبع بتلقي الاتصالات الو هي مشت على طول وطي صوت التلفزيون مساء الخير مين معي الو انت الله اكرم مين معي معك ابراهيم من وين عم تحكينا؟ من طريق جديدة تحية لك ولأهلي طريق جديدة بيير معك وطي على طريقك صوت التلفزيون يلا بيير مرهوم كيفك؟ يلا رقم 16 يلا 16 صيبة جيبة ابراهيم ميشا معها $1000 من الموبلي توب بدك تصيب ثلاث أسعار وبدك تكون قد ميشا أنا معك اليوم وبيير معك هاي ميشا هاي بيير ماشي حال هاي إبراهيم good أنت كيفك very good الحمد لله ليك بيير أنت عادة تطلب من ال your peers معك إنه يعطوا thumbs up للكاس بس أنا اليوم نصيبه وشو بعطيك the biggest thumbs up لمن الآخر وgood luck بالnew season وهو الاثنين لو فيي أعطيها 10 ولا كنت أعطيتك 10 يلا قولي لعيوني شو ضحكتك مش بس ابراهيم شو بدنا نكون قد اليوم انا قد يعني بيير قد ومحمد قد بنكون قد يلا وقت تقول انا قد باعلى صوت وحماس بنبلش الكاونت داون انت قد اول سعر $250 انا قد يلا بلشنا $250 ركز وين في ساين انت قد بدك تحذر ثلاث اسعار من اصل سته يلا بدنا نكون اسرع شوي شو عم تحس في شي حقه $250 في كثير قصص حلوه واسعار بتعقل طاوله برافو ابراهيم اول سعر حذرته يلا
15 دولار وبيير ومحمد يقدروا يساعدوك. بلك الفاز الازرق ما نعت لانها مساعد اه بلكي هو اللي تحتك دغري. لا من شو الفاز الازرق ابراهيم ار يو شور؟ لا انتبهي مش انا نقيتها. لا اذا انت بلكي شور ما تبر 100 ما تبر 100 عندك 40 ثانيه لتغير رايك بس تنقوز شيء شوي اذا منك شور ما تبر 100 فازل على الارض. فازل على الارض ابراهيم فازل على الارض المنشفه المنشفه غير المنشفه ايوه يا برهوم اه برافو عليك ابراهيم قول برافو يلا اخر سعر 200 دولار وبتربح 1000 دولار وفي اب تو 50% فيلا 200 دولار ركز عندك اب تو 15 سكند الزرقاء الزرقاء طاولة ابراهيم برافو عليك مبروك ربحت 1000 دولار من عند موبيلي توب تيجي تستلمها وتيجي تزورنا برافو ابراهيم برافو ابراهيم شكرا ميشا بيسيبا جيفا والف مبروك لابراهيم 1000 دولار من الموبيلي توب وتحيه لكل الاشخاص اللي ربحوا بيير رابات معنا اليوم بانت ادى رح بنكفي بحديثنا مثل ما سبق وقلنا لكم حنحكي عن من الاخر وعن مشاريع بيير المستقبليه وتحيه لكل الصحافه اللي عم بتابعنا ان كان باتريسا لهاشم وايضا النهار ويعني عدد كثير كبير هلا مش عم بستحضرهم بنستحضرهم بعد البريك بنكفي بانت ادى مع بيير رابات وانا عودة لمتابعة آخر قسم من أنت أدى مع بيير رباط ومع محمد قيس لحتى نساعدكم وتكونوا أدى. بيير كنا عم نحكي عن hydepark.tv/mtv لبنان والويب سايت اللي على طول بحطوا عليه هو في عدد كثير كبير من الفيوز يعني عم بيكون فعلا يعني قديش في مشاهدين عم بيفوتوا قديش عم بيوصلوا المساج لأصحابهم تيفوتوا ويحضروا عشان بيقول برافو لكل الأشخاص أكيد ولأنه بتعرف عم بيكونوا هالقد مندفعين حابين نعطي مواضيع فكرتها كثير مهضومة ولأنه مواضيع هيك بتتماشى مع كل يوم بما أنه نحن اليوم بأول من أب كان موضوعنا امبارح أغنية للجيش بنشوف سوا مين أين توب 1 بهايد بارك بهالروبورتاج يلا ده كلنا للوطن للعلا للعلم بابا بابا ملقوا هاي للزمن سيبونا للكلام بابا بابا سهلنا والجبل ملفتون للرجال كلنا والأمل في سبيل الكمال كلنا للوطن للعلا للعلم كلنا للوطن بابا بابا برافو عليك محمد بزي الف مبروك عم بتحضر بقدم لك فاوتشر بقيمه 500 دولار وقد حلو هالروبورتاج مقصد اليوم حبينا نعرضه لانه ايضا ثائبت وانه وصل على الام تي في وهايد بارك دوت تي في سلاش ام تي في لبنان انه البي عم بيعلم ابنه كلنا للوطن ان شاء الله هيدي بتكون تربيه كل بيت لبناني وما عندنا شك فيها ابدا بيير حكينا على صعيد التقديم وعلى صعيد الانتاج شو في عندك مشاريع انتاجيه جديده ان كان بالعالم العربي او بلبنان مشاريع انتاجيه هلا عم نحضر سيت كوم على الام تي في هو مقتبس عن قصة عالمية يعني وهو سيتكوم عالمي كان عنده نجاح كتير كبير بعدد بلدان ما رح أعلن عنه حاليا لأنه بعد ما أعلننا عنه رسميا على الام تي في إنه عم نحضره للموسم الجديد رح يكون حلو كتير يعني بلشنا نشتغل عليه بلشنا نشتغل على مع البرامج والمسلسلات والسيتكومز بيختلف صراحة هذا أول سيتكوم أنا بقوم بالإنتاج يعني أكيد في فريق عمل كتير كبير حواليه من أشخاص بالدومين من أشخاص بدومين المسلسلات اشخاص فعلا اسامي كثير مهمه موجوده بدي اتشكر انا اكيد هون اداره الام تي في اتشكر كمان اخي سيرج ميل لانه حط ثقته فيه حتى نقدر ننتج هيدا السيت كوم بوعدكم رح يكون يعني حلو كثير لانه في عدد كثير من الممثلين يعني كل واحد صايب دوره وكل واحد قصته حلوه بالسيت كوم واهم شيء انه هو رح يضحك ويغير شويه يرفه على الناس ويرفه على الناس بقى متحمس كثير على هذا المشروع وكذلك في مشاريع اكيد مع سيليفيزيون بالبلدان العربية ان شاء الله يعني ما شاء الله يعني عايز عليك هذه السنه وسيزن 4 ايضا من الاخر سيزن 4 من الاخر ايه بعطيك تفاصيل شوي بعدين يلا بعد الاتصال الو يا الو الو بونسوار بونسوار مين معي معك فرح فرح مو عم تحكينا من جبال من جبال تحياتنا لك يا فرح ولاهل جبال بيير معك تنشطي يا فرح كريم. الله اكرم على الجميع نشاط شوي يا فرح الله يخليك النشاط بقى نربح بدي اياك تربح اليوم فرح اي رقم بدك
قلنا من هديك السنة بندق. يلا هلا تعلق الرقم فبس ربحنا. يلا بيير معك، شو الرقم اللي بدك اياه مع بيير؟ 22. 22. يلا هيدا نشوف شو 22. فرح بدي سهل عليك بما انه هاليوم بحلقه سبيسيال لعيد الجيش وضيفنا بيير رباط لايرر كمان وحب يزورنا ويكون من احد الضيوف الاساسيه بانت ادى لحتى يعيد ايضا بشرفنا لانه بيزيدنا لانه شفت تويتر مش معقول مش معقول على تويتر. فرح معلومات عامه، انت ادى؟ انا ادى. السؤال بيقول شو هو العنوان او الشعار اللي بعام 2013 استخدمه الجيش بحملته الدعائيه؟ هل هو وعدي إلك وحدك أو ما بوعدك بحياتي؟ شو رأيك يعني؟ وعدي إلك وحدك. غير رأيك مثلاً؟ أكيد لا. وعدي إلك وحدك. ألف مبروك سيرا، بعد بتقدم لك جائزة. برافو. حلوة كتير تسميها أكيد من الام تي في لأنك أنت أدى فرح. بيير عم نحكي على من الآخر بالسيزن فور. سيزن 4 من الاخر يعني اول ما بلشنا بالبرنامج اول ما حطينا الكونسبت تبع البرنامج انا بنظري بعرف عارف وشايف الفيجن انه هذا برنامج بضاين كثير لانه هالنوع من البرامج بضاينه كثير، بعرف اخذ وقت يتقبلوه المشاهدين والعالم يعني مش من اول سيزن، انما هلا يعني نشكر الله دائما بشكر ربي على على النجاح اللي قدرنا نوصل عليه بهذا البرنامج، وهذا مش بس لإلي لانه بفضل في اكيب كثير كبير يعني في اكيب من الكرونيكر اللي بيكونوا موجودين معي يعني اكثر من 12 اكثر من 15 شخص مختلف قطع على هيدي الطاوله، وكل واحد لو ما هو عطى منه من ثقافته ما كان قدر البرنامج يوصل للي وصل له. بيير حكيت عن النجاح وعن البرنامج، ما خلق لك علاقات وهيك صداقات مع بعض الاعلاميين؟ في منهم يمكن عداوه صار معك بينك وبينهم، في منهم صار في صداقه قربتك منهم؟ عداوه ما صار ابدا يعني ما بعرف اذا يعني ما بعرف اذا حدا اوقات بيكون عنده شيء ضدي، بس انا ولا مره حسيت في عداوه، بالعكس انا بحترم كل الاعلاميين. بتخيل نحن كلنا هون عم نشتغل حتى نقدر نقدم ماده حلوه للمشاهدين ونعلي مستوى البرودكشن، مع الاسف انه في بعض الاشخاص بيجربوا يوطوا من المستوى، لا نحن بنجرب لا دائما بدنا نعلي ونرفع المستوى لانه التي في بالنهايه منا بس للترفيه، التي في هي للثقافه كمان طبعاً. يعني في كثير اشخاص بيحضروا التي في بيطلعوا عدد كبير من الكونتنت من الانفورميشن بيكونوا ما بيعرفوها، مشان هيك بتقوي المخزون يلي عندهم اياه بالثقافه، مشان هيك لازم نركز على هيدا الشيء. على برامج ام تي في اكيد في التركيز دائما يعني ما تشوف دائما بكل البرامج الكونتنيو تبعها دائما في كونتنيو في له هدف في له ثقافه للمشاهد. وفي احترام للمشاهد طبعاً. ما بدنا بس المشاهد نحن نضحكه او حتى بس الرب او نسليه يعني. بارخص طريقه ممكنه سوري للتعبير بس مش هيدا هو الهدف، مشان هيك في سندنج معين في ليفل معين بنحب نكون. هلا العلاقه مع الاعلاميين في اعلاميين كثير كبار انا ما كنت بعرفهم ابدا واستغربت كيف مثل نيشان مثلا نيشان بدي اوجه له تحيه كبيره فعلا صار صديق نيشان كمان هو صديق الكل في, في, في اعلاميين ما كنت مستنظر يعني يبعثوا لي اوقات مساجات يقولوا لي برافو مارسيل غانم مثلا الاعلامي الكبير بدي اوجه له تحيه كلهم يعني مايا دياب حبيبتي بدي بوسها منى ابو حمزه كمان بدي ببعث لها بوسه كثير كثير كبيره يعني تنبسط انت وقت تشوف انه في اعلاميين كبار بيحكوك عن البرنامج بيحكوك عن البرنامج وبيعطوك النصايح وهون بتحس انه لا ما في عداوه ما في شيء بالعكس هن متقبلين لك وحاطين امالهم بالشباب من الوجوه الاعلاميه وايضا فعلا. كمان على الساحه العربيه تحيه لهم ان كان فردا فردا ولنجاحاتهم اللي قدموها بعالم التلفزيون اخر يعني اخر هيك شيء بنحب نعرفه منك سبق وقلناه من الاخر حيكون بلبنان وراح ينتقل الى من الاخر رح يكون اول فورما برنامج عاملينه نحن يعني اول كونسبت حطيناه نحن ابتكرناه كبرنامج ورح نبيع هذا البرنامج لغير محطه هو مش برنامج عربية. مقتبس عن برنامج فرنسي هو مش برنامج مقتبس هو الكونسبت لإلي يعني انا حطيت الكونسبت اخترعت هذا البرنامج واكيد طورناه خلال مع الوقت رح يكون اول فورما عم بينباع للبلدان العربيه بس مش كانه من الاخر هو ذاته عم ينبث على غير محطه بغير مقدم كتير برامج بينبثوا هن ذاتهم لا نحن رح يكون تركيبه مع غير برامج مع غير مقدمين مع غير محتوى مع غير كونتينيو انما الستركتور هي ذاتها مثل ما نحن بنشتري اوقات فورما انجليزي بنشتري فورما امريكاني بنشتري فورما فرنساوي اليوم عم نقدر كمان نبيع فورمايات لبنانيه مش هيك انا بدي ادعي كمان كل البرودكشن هاوسز والمنتجين والمقدمين كمان كتار ايضا نعم يبتكروا ويشتغلوا على نفس هيدا لانه نحن ما ناقصنا شيء بلبنان نبتكر ونبيع افكارنا اللبنانيه 100% بدي اشكرك بيير ومثل ما بتقول من الاخر بقول لك انت أدى
أنا بدي أقول لك thumbs up كتير محمد، بدي أتشكرك كتير وبدي أقول لك برافو لك فعلا. يعني أنا بركي قليل تقولها على الهواء، بس بدي أقول لك يا وما عم لك يا منا مجاملة معك اليوم، لأن أنت من المعلمين المحترفين جدا يلي صبور، لانك بتعرف انه المشوار الاعلامي والاعلامي هو الناجح مع الوقت ستيب باي ستيب بيوصل، بس انت قدرت بكل خطوه تعملها ولا مره عملت فوبا، وبكل خطوه قدرت تعملها قدرت تترك بصمه. مش هيك اليوم حيلا شخص وقت يفكر اليوم بالبرامج ببرامج الالعاب اول شخص يفكر فيه هو محمد كيس، حيلا شخص يفكر بالفنانين بالريد كاربت بالانترفيو مع الفنانين اول شخص بيطلع على راسه هو محمد كيس. مش هيك بدي اقول لك برافو لك كل شيء عمله، واكيد انا بتمنى لك النجاح والاستمراريه. شكرا بيير، وهيدي هي اجواءنا نحن، المحبة هي الأساس ببرنامجنا. نحن اليوم لما نكون بعائلة واحدة بنحكي عن زمان بلش يبكوا الشباب، بنحكي على المذيعين المنافسة الشريفة على طول هي بين المذيعين، هي اللي سائدة بهذه المحطة لخير المحطة. بيير مثل العادة ضيف مميز، بعرف إنه في كثير أشخاص حابوا يتواصلوا معك على تويتر بس لضيق الوقت ما قدرنا نذكر أساميهم، بنشكرهم فرداً فرداً. تحية لكل الأشخاص على تويتر، تحية لكل الأشخاص رالف مطر القديمة أكيد، جمال مطر البروديوسر أيضاً مرافقك وبرافق الجميع، يعني أي نصيحة بحاجة له بيكون موجود وبيساعد. تحية لكل الكرو اللي عم يشتغل بأنت أدم، مش عم نودعكم انت قد بعد بالحلقه 23، بعد عنا حوالي تقريبا 11 حلقه مع ثلاث حلقات العيد اللي حيكونوا سبيسيال باذن الله. بدي اشكركم مشاهدينا لحسن متابعتكم على طول على الموعد الساعه 6:30 على انت قد على ام تي في. تحيه للجيش وبهيدي الاغنيه فتحنا فيها، بنختم فيها حلقتنا على امل بكره يكون احلى بحضوركم ومشاركتكم. تصبحوا على الف خير. الا ولمع سيفك يا فخر الدين.